تبدأ ندى مشوارها في الصباح الباكر حين تخرج من منزلها المتواضع متجهة نحو مركبتها تسعى لكسب رزقها بعد أن أغلقت أمامها كل الأبواب. ما عندي، أنا درست لما صف ثامن وبعدين ما عندي وظيفة، واعتبرت هذه هي وظيفتي ومصدر رزقي. كنت أشتغل يعني بمحل خضار، واشتغلت محل شيبس وكذا، واشتغلت في مدرسة، وبعد كذا الحمد لله سهلت وجبت اللباس، ودحين اشتغل لي حر معي. لا يبدو المشهد مألوفا أن تكون امرأة تجلس خلف المقود بينما الرجال يجلسون في مقاعد الركاب، إلا أن ضرورات الحياة عندما تفرض نفسها تنفي معها القيود وتقاليد المجتمع. صبرت كثير وكذا، واجهت يعني وقفت ضد الرياح القوية، يعني من ناس من ظروف صعبة وكذا، والحمد لله وتوفقت وخرجت هذه السيارة، وإن شاء الله يجعل قدومها علي خير إن شاء الله. إحنا نفتخر بأختنا وأمنا الأستاذة ندى، ونحن ناخذ راحتنا معي لأنه طبيعي نتكلم، وغير لما يكون سواق رجال ويعني توصلنا وتجي بالوقت وطبيعية معانا، وكمان متواضعة معانا، وده لما تشتيت المكان يكون ضيق وتوزع لنا احنا الأقسام، ما يهمه يعني انه عشان خسارة ولا شيء زي بعض الباصات. تقابل ندى العشرات من الوجوه التي تبدو على ملامحهم الدهشة كونها ولو امرأة تعمل في مجال قيادة باصات النقل مقتحمة حيز الرجال وصعوبة الواقع المرير. إذا كان الحاجة ما سهلها وما عندها من يعيلها فهذا لا 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 بأس به، تطلب الله يعني بدل ما تقيس تشحات ولا تقيس، هذا حاجة طبيعية أنا أشوفها، وأنا مع هذه الخطوة إن شاء الله. تعرضت لمواقف محرجة كثير من شباب هنا، وهذا في منهم من يعلق، في منهم من يخيب أملك، في منهم يعني مضايقات كثير، بس خلاص إيش نسوي لهم، هم كذا. جسدت ندى ملامح المرأة القوية المعاصرة لتفتح المجال أمام الكثير من العاجزات لخلق فرص عمل قد تبدو في الأوضاع الراهنة مستحيلة. بالطبع يبدو المشهد مختلفا هنا وسط شوارع مدينة عدن، كون السيدة ندى تعد أول امرأة تعمل في هذه المهنة. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.